إذا بلغك عن شخص إنه يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا فالواجب أنك تتثبت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فليت طلبة العلم الآن والشباب ينتهجون هذا المنهج ويتثبتون ويتركون هذا التحارش بينهم وهذا التراشق بينهم، لأنهم إخوة، لأنهم إخوان وطلبة علم، عقيدتهم ولله الحمد واحدة، يتركون هذا التراشق وهذه الاتهامات ويتثبتون فيما بينهم. إذا ثبت شيء يتناصحون، إذا ثبت شيء مما قيل يتناصحون بينهم ولا يتخذونه تشهيراً واتهامات وتراشق بالكلام، هذا لا يجوز أبداً، واجب التثبت. فإذا ثبت فإنه يناصح من ثبت عليه الخطأ والمخالفة، لأن الإنسان ليس معصوماً، الإنسان ليس معصوماً، يناصح. نعم.